دلوقتي زوجتي كانت اخر ولادة، ها عملت حاجة يعني اللي هي ما تخلفش بعد كده، هو كده حرام لا بس يكره ايه؟ يكره لأن الاستكثار من الذرية مطلب. سما أريد أنصحك. أيوة شيخ. أيوة، إذا جبت سيرة زوجتك كده مرة ممكن تقول زوجتي الله يبارك فيها الله يحفظها، ولا مش ممكن؟